في أول أخبارنا اليوم، مشاركة محلية وعالمية مع منظمة كاتموسفير السعودية. وفي التفاصيل، أعلنت سمو الأميرة ريما بنت بندر سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية إطلاق منظمة جديدة غير ربحية تهدف إلى الحفاظ على حياة القطط البرية ومن بينها النمر العربي وحماية دورتها الحياتية الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز ودعم عمل منظمة بانثيرا التي تعد المنظمة الوحيدة المكرسة حصريا للحفاظ على حياة 40 نوعا من القطط البرية في العالم. طبعا شاركت العديد من مناطق المملكة، بل كل مناطق المملكة في هذه الفعالية أو هذه المبادرة الرائعة للتوعية عن أهمية الحفاظ على حياة النمر العربي. وكما نشاهد في الصورة مشاركة وزير الرياضة طبعا في هذا الفعالية وهذا المشي اليوم كان، والعديد من الشخصيات البارزة للتوعية بأهمية الحفاظ على النمر العربي. خلينا أكلمكم شوية عن النمر العربي. هو طبعا يعتبر من الحيوانات اللي ممكن تكون منقرضة، فعددها جدا قليل وهي على الليستة الحمراء، فيبلغ عددها عام 96 أو خلينا نقول 2006 200 نمر عربي، وهي موطنها الأساسي شبه الجزيرة العربية، وزي ما سمعنا أنه هي في انقراض وفي تناقص، فعشان كده جرى التوعية بهذا الموضوع. وطبعا مشاركة الأميرة ريما سفيرة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة بهذا الحدث المهم للتوعية عن أهمية الحفاظ على حياة النمور تحديدا، وإحنا اللي يهمنا موضوع النمر العربي لأنه موطنه الأساسي هنا في شبه الجزيرة العربية. إلى خبر